ولد في مدينة القدس في حي الصوانة لأبوين فلسطينيين، وله من الأخوة والأخوات 7. نشأ وترعرع ودرس في مدارس القدس الشريف، وفي عام 1974 ذهب إلى بريطانيا لتحصيله الجامعي، حيث درس هناك هندسة الإنتاج الصناعي والإدارة، وحصل على بكالوريوس من جامعة نوتنغهام مع مرتبة الشرف. عاد إلى البلاد ليبدأ رحلة العمل والكفاح، فاصطدم بواقع الحياة، ولكنه فضل البقاء في وطنه لخدمة بلده وأمته، متحدياً ومواجهاً كل الصعوبات. وما أن اتضحت الرؤية عنده التي هي مصدر كل معرفة، صمم على التخطيط والبدء بالعمل، فكانت أفكاره مشحونة بعواطف جياشة من الصدق الإنساني المتوهج بقيم أخلاقية وإنسانية وحب الوطن المتعمق في كيانه. بدأ مع والده المرحوم وإخوانه في إنشاء مجموعة شركات صنقرة الرائدة، والتي أصبحت في فترة وجيزة تضاهي منتجاتها وخدماتها العالمية. تزوج عام 1985 من السيدة مي ماجد الجاعوني، ورزقا بخمسة أبناء ذكور، وقد عرف عنه بأنه طوق الأهل والأقارب والأبناء بالحب والإنسانية. كانت تراوده سلسلة من الأفكار والمشاريع لخدمة الوطن والصمود في البلاد، وقد عرف عنه صاحب 20 مبادرة، فقد لعب دوراً طليعياً في مؤسسة عدد كبير من الشركات، حيث ساهم في تحديث وتطوير صندوق الاستثمار، وهو صندوق الشعب الفلسطيني، وقد حرص وزملاؤه في مجلس الإدارة استحضار استثمارات الصندوق من خارج فلسطين وداخلها مع النزاهة والشفافية والحوكمة. كما أنه أنشأ ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وهو مؤسس ورئيس مركز تنمية الصادرات بال تريد، وثم رئيساً للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص. في عام 2005 أصبح وزيراً للاقتصاد الفلسطيني في الحكومة 9. كرس وقته وجهده لعمله، ومثل فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية، وكان له السبق في تطوير منظومة من القوانين والتشريعات الاقتصادية، كما كان الرائد في قيادة خطة الإنعاش الاقتصادي لقطاع غزة على إثر الانسحاب الإسرائيلي منه. حرص على مؤسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ولازال مهتماً للاستثمار، يلاحق ويتابع المستجدات مواكباً لجميع ما حوله. كما أنه قاد الفريق المقدسي وبتوجيه من الرئاسة في بناء خطة استراتيجية لثلاث سنوات بقيمة 430 مليون دولار. أسس مع مجموعة من أصحاب الأعمال من مدينة القدس أول شركة قابضة في مدينة القدس، وهي القدس القابضة، وذلك إحياءً لمدينة القدس واستنهاضها وتعزيزها لملتقى الأعمال والاستثمار. ورئيس هذا اللقاء الذي حضره أكثر من 350 شخصية اقتصادية ودبلوماسية من البلاد وخارجها، حيث كان أول مؤتمر استثماري يعقد في مدينة القدس منذ أكثر من 45 عاماً. وجدير بالذكر أن له علاقة بأكثر من 35 مؤسسة، إما مؤسساً أو رئيساً أو عضواً، متوخياً بذلك ترسيخ حب الوطن والبقاء فيه والمرابطة والحفاظ عليه وعلى مقدساته وعلى رأسه المسجد الأقصى المبارك، والتضحية من أجله بين أهله وذويه وأصدقائه. هذا وقد اعتقل وسجن ومنع من السفر لعدة مرات، ويتطلع الآن وفي هذه الفترة الحرجة إلى دمج الشباب المقدسي مع مجتمع الأعمال وإعدادهم إعداداً يرفع من قدراتهم، حيث يتراوح عددهم 2000 شاب الذين بدأوا برنامجاً مكثفاً للتدريب من خلال المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف. لا زال متعطشاً للاستثمار، ولا زال في الفكر الكثير الكثير من مشاريع والمبادرات التي تساهم وتساعد في إرساء قواعد دولة فلسطين حرة وعاصمتها القدس الشريف.
شعاره دائما نحن من يعمل التغيير ونفرض السباق مع الزمن في التطوير وبناء الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نشق الطريق لتغيير الموازين حولنا ونكون دائما بالريادة والصدارة والانتماء. هذا أبو أيمن الذي تحمل مسؤولية اجتماعية اقتصادية سياسية وإنسانية، وبكل مصداقية وشفافية لسان حاله يقول: نكبر بعز القدس، نكبر بعز القدس.